لي ايوه يا شيخ. قلبنا اول قلب، يا ريتني ما شدينا يا اخوان زيد. لا والله يطرح البركه، والله شوفير، والله شوفير لعم زيد. ليش الحكي؟ اوه بطت معك عم زيد. راضي يطلع؟ تعال بسرعة، انها السيارة بتزحلق بتزحلق يا زيد. السلام عليكم يا اخوان، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد انا والعم محمود. كيفك عم محمود؟ تحياتي للجميع. عندنا اليوم تحدي طريق مخفي داخل البرومود. طبعا معنا التويوتا هايلوكس ومعنا كمان اللاند كروزر. الطريق صعبة، بدنا فيها تحديات كثير، فبدنا نجرب نمشي فيها ونشوف شو بصير معنا اليوم. طبعا يا اخوان بدنا نعرض لكم السيارات. مبدئيا راح ابلش بسيارتي هاي، شغل ما شاء الله عليها، هاي شغلنا لكم الاضوية. عم زيد الموضوع عندك، شغلنا سيارتك. شو رأيك بالسيارة مبدئيا؟ ما شاء الله والله جميلة جميلة جدا بصراحة، يعني المودات متعوب عليها. والله الله يعطيهم العافية الشباب اللي عملوا المودات، يعني ما أنا شاء قاعد الله. أطلع على السيارة من جوا فعلا ناقلينها 100% ما شاء الله نعم، عليهم. حتى الداخلية كثير متعوب عليها، يعني صحيح في فعلا، جنبك بصراحة. بس مش هذا الحكي اللي بهم حاليا. احنا بهمنا نشوف السيارات هاي في بالطرق الوعرة شو وضعها، فبنقول صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله شو عم زيد، شو بتتوقع مين يفوز انا ولا انت؟ والله اتوقع الهايلكس، يعني الهايلكس معروف زي هيك، بس برضو عندك لاند كروزر سفينة الصحراء هاي. سفينة الصحراء معروفة بس في الطريق مكسرة هاي. والله احنا بنرفع طابات الهواء اللي فيها يعني، والركعة السايق سيدي الركعة السايق انت شو فاهم والله عليك، ما نتعداش عنك يا عم زيد، يعني يلا نقضي العين تعداش على الحاجة، نقضيها كذا بس قدام الأوادم. إخوان اكتبوا لنا مين بتتوقعوا يفوز، اللاند كروزر اللي معاي ولا التويوتا هايلوكس اللي مع العم زيد؟ على قول حمزة الرند كلوزر. خليني اريح الماتور شوي واعطيها الثاني. شو عم زيد، كيف الوضع لحديت الان؟ انا بقول لو تقرب علي نضلنا ماشيين مع بعض يا اخي. انت لا تشدش عليه، احنا قربنا، احنا هي قربنا على اول منطقة فيها طيران، بس يا اخي طلع الخضار اللي هون محلاه. طبعا يا اخوان اللي بتساءل، المنطقة هاي موجودة في ايسلند بالبرومو. دقيقة لا والله هي سلكت بدون ما اربع طابق، بدون ما ارفع طابات الهواء حتى. نشوف الوضع عند العم زيد. لا والله يطرح البركة، والله شوفير، والله شوفير العم زيد. ليش الحكي؟ خلينا نشوف هون هسه الوضع حبيبي. والله عم زيد وحل ليش حاسس حالي بسنو رنر؟ والله فعليا بتحس حالك بسنو رنر.
طبعا يا اخوان ان شاء الله يعني احنا في نية انه نصور لكم سنو رانر، بس حبينا ناخذ رأيكم بالاول اذا بتحبوا انه نصور ولا لا. اكتبوا لنا بالتعليقات يا اخوان. عم زيد انا بدي ارفع طابات الهواء، السيارة كثير نازلة لتحت. بس انت بسم الله ما شاء الله جاي من الوكالة مرفوعة. هو اصلا هذا بشكل عام هو مرفوض، يعني هو مرفوض السفر. حديت الان هيها سالك سالك. هاي هون في كم صخرة كمان، والله هيها ماشي ما شاء الله عليها. شايف انه هذا كله عملته وانا ماشي على الغيار الثاني. طبعا يا اخوان ان شاء الله قريبا راح اجيب كاميرا ثانيه واصور لكم الجير، انا قاعد بصور لكم حاليا الستيرنج فقط. وان شاء الله العم زيد كمان راح يشتري ستيرنج قريبا ان شاء الله. ان شاء الله بديت الان سهله هياتها. شوف ما شاء الله المنظر قاعد بطلع على الشمال بيني وبينك، ايش بجنن. شو في رسالة بتحب توجهها لمتابعينك عن زيد؟ قد تختصر عن اسم اللعبة. جد ما حداش اخوان يضل يسأل عن اسم اللعبة، مو حاكي الشاحنات. والله شايفه عندك ما شاء الله، يعني انا اتوقع انا احنا لازم نجرب شغله اقوى من الشارع حار. بس خلينا نشوف لقدام لسه اصعب واصعب. نعم طبعا هاي الطريق طريق مخفي اصلا، موجوده في الفورمول فقط، لازم يكون عندك في الفورمول عشان تقدر تشوفها. وفي اصلا طريق مخفي ما راح تبين عندك في الماب الا اذا كنت تستكشف قبل الفورمول. بقول لك انا بدي اجرب اطلع على الصخور هذول اللي هون، شوف راح تطلع. والله دي حكايه توقفه. هلا قلت لا لا شو تعال بقزر تعرف، تعال نجرب نسوق هون. معقول نشوف. لا هي والله بس في شوية فرق بتفرق هي. الى قدام الشارع اصلا خربان. هذا نهر اللي تحت هذا ولا بحر؟ والله زيد انا شايف انه في شيء موقف هالسيارات ما شاء الله. شوف الفركان تفرق لما تبغى تسلم. والله استنى هون تجرب على الداخلي. علقت والله معي يا زيد. معقول؟ شايف هيها بتفرق قاعدة. اطلع 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 هيها طلعت. اشوف عندي وين بعلق بدي اطلع. رجعت على علقت. ترجع لورا قاعدة. ترجع لا؟ لا لا. احنا هون ممنوع نساعد بعض يعني، وانت بتحدي. تحدي؟ خلص ماشي. تحدي هي قدام المتابعين يا عمي. لا هي ونشني مش هون، هاي لسنان الله يسهل عليه. تعال والله هون صعب شكلها. الكت شوي ما شاء الله. والله انا مش شايف انه في شيء راح يوقف هذول السيارات، بس على كل حال خلينا نكمل الطريق.
آه والله والله ما شاء الله عليك. لا والله هيها سالكة. كيف الوضع عندك؟ شايفك شديت. في بقي هون المرة الجاية، الفيديو الجاي إن شاء الله. تعال خلينا نسرع شوي ونشوف وضعهم بالسرعة. والله بتزيح. بدنا نظل مسيطرين لعيون المتابعين. قولي 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 تعرف انت محمود، انت بركاتك مش ماسكات معك، بركاتك انت مش ماسكات. كيف انت انا انت متقصد؟ لا انت انت اللي بدأت. شاكر هي شغلنا دفلوك والله. قولي شوي 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 طلعت معك. كأنه صار يطفي معي مش عارف. تعرف بدي ارفعه ورجع نزل. هون صعب زي دير بالك. اوه شو نزله. هيك قوية منك. قولي 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 وانا قاعد بتراودني افكار غريبة عجيبة، بس فكر اخذها مقاطعة. شو بيعملوا هذول قاعدين هون؟ تعال طلع تعال تعال. شكلهم مقطوعين هم اصلا. قلب السيارة معاهم. فكر انا محمل وانا معاي حمل وانا بدي اشيل معي حدا. انا بديش اشيل معي حدا اصلا يعني. خليهم الله لا يردهم. في عنا تحدي اهم منهم حاليا. فولفو هاي. فولفو ولا دايو نوفيرا؟ لا يا زلمة فولفو. طلع السيارة والله ميك لي هوا. تلعب لعب والله. هسه الطريق سالك قدامنا، شو رايك نشد شوي؟ نشد يعني بس اللي ايش هي قلبنا اول قلب. يا ريتنا ما شدينا يا اخوان. عدله تقدر تعدلني؟ اتفشك اعطينا دفشه. بدنا كمان دفشه زيها. هيني داعس بنزين على الاخر. يا رب يا رب. خربتها انت. ايش دخلت يعني؟
جيب لك ونش. تقدر تضربها كمان مرة؟ دقيقة أرجع كثير يعني. بس والله ما انا عارف نضربها ولا نطلع كاميرا حرة، شو رايك؟ دقيقة. Thousand years later. والله هي بتزيح معك. يا ساتر، ايوه شو عم زيد؟ مش عارف والله بزيح، مش عارف ليه. والله هو بين بينك بزيح. عندي نفس الاشي والله، هي بتزيح على السريع. والله انا مهتم باللقطة تاعت الثلج حاليا، يعني مشان الشباب بدنا نعطيهم السيارة بالثلج بتعمل، نشوف وضعها كيف بالثلج. كيف انا اطلع عنك؟ اوه لا اله الا الله. بعدين احل شغلي. كيف انا اطلع عنك؟ كيف انا انقلب؟ ابي يا زلمه والله طول تمه مشعر. يلا روح. اذا ما بلحق ادعس ولا هي قال. يا اخوان انا اني محرج منكم، يعني هي المشكله مش بسواقتي، المشكله بالارض. من اسباب لكم عم زيد بلش يطخ علي. صاير زيك زي سنان صاحبك. والله سنان ضبعان انت، خربك. هي ضبعين ضبعين، بس احنا يعني سنان صاحبنا وحبيبنا. طبعا هينا وصلنا الثلج بالنطة. خلي قريب شوي. بعرف بدي اشغل الدف لوك مشان ما تعلقش من هسه. اعطيني ضوء عالي بالله. عم زيد شغل عالي. لا لا طافي مش شغال. ايوه هسه ضوء طلع. وصلت. تعال وقف، تعال وقف جنبي. تعال طبعا. شو رايكم انو احلى؟ لا عليكم، اللاند كروزر ولا تويوتا هايلوكس؟ انا بنظري شايف الهايلوكس احلى صدقا. والله انا شايف الهايلوكس مع انه يعني الموديل صراحه حلوه، بس الهايلوكس فعليا بس الهايلوكس حلوه كثير. والله كثير تعبان. هياتنا بلشنا يا اخوان. على كل حال هي العاصفه بلشت. بسم الله. انا بصراحه مش شايف. عيني قدامك. شايفين يا اخوان؟ عم زيد خايف يمشي بدوني. سيارات مدنيه. شوف كيف الاعجاز قاعد تفرق. والله انا عندي بعدها ماشي. شغلت الدفلو؟ لا لا ما شغلت. لا لا شغل الدفلو. الدفلو كويس في الاماكن هذه. اهم شيء تضلك وراي. هون الصعوبة حاليا.
دير بالك هون عم زيد. الشارع مش مبين الثلج مغطي، بس هيها سالكة سالكة، بس ضلك ماشي بين العواميد الصفر هذول. اوه دير بالك دير بالك، السيارة راحت يا اخوان مبدئيا. خلني اشوف بترفع، والله هيها رفعت شوي. ترفع تهياتك مبين شوي، رفع شوي. مشيت معك؟ طبعا يا اخوان هاي لانها طريق مخفية فمش كثير متعوب عليها بالبرومود. دائما اي بعد صحيح، هاي واحدة من الجلتشات. وين رايح؟ يا اخي زهقت وانا ماشي على الشارع، حبيت اني ابين قيمة السيارة هاي عن جد. يلا والله ذكرتني باجواء ردد. والله ردد يا اخي، المشكلة الناس ما بيحبوا الردد، ما بعرف ما بح يعني بحبوا يلعبوها بس بحبوش يحضروها، مش عارف ليش. لعبة فخمة جدا يعني، وحابب اني بيوم من الايام اطلع بث يعني والناس تحضر، بس يعني حابب اخذ اراء الناس. والله يا اخواني اذا بتحبوا ان نبث لكم ريد ديد ريدمشن 2 مهتم انه تكتبونا بالتعليقات يعني. انا وعم انا والعم زيد والشباب بنطلع نلعب كلياتنا مع بعض. نعم، هي لما بعرفها هي لعبة مغامرات عم زيد. شو رايك ترجع لعندي شوي ونجرب نطلع على الجبل هذا؟ لانه انا شايف انه الطريق سهله لسياراتنا، ما سياراتنا مش متغلبات. لا شو يكون في جلتش؟ ما هو خلينا نجرب. اذا في جلتش بنرجع على الطريق العادي، واذا ما في جلتش هي بنستعرض للشباب. خليني اجرب انا. لا والله هيها طالعة يا زين، تعال تعال. الله والله نايني بستنى، تعال بسرعة انها السيارة بتزحلق بتزحلق يا زين. كسر عندي بالسيارة. الله. اوه قلبت؟ قلبت. استنى احاول ارجع ليك. اتوقع تكون فاتحة كلها. بالاخير دائما ما بتلاقيهم سكتة. انا ضيعت الطريق قبل ما انت بدك اي نوع. هاي هالسيارة قاعدة بتروح معاي بدك تعرف الطريق معاي. هاي خليك ماشي زي ما انت. اوب 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 تجيها. اوكي يلا يا ساتر العب. كنت طلعت على الثلج. مش مبينات. والله هي بتسيح، والله ما نعرف امسكها. والله اذا بتحس شوي انا بسيح. Oh.
راح معك اطلع عنك والله خايف اطلع عنك لان كل ما اطلع عنك بقلب دقيقة من الطريق هسه اوه ليه انت وين نزلت معلم؟ انت وين نزلت؟ انا اني نزلت وطلعت في جلتش مبدئيا هيك طريق مثلا ماشيين صح والله وضعك مش عاجبني عم زيد زمان سواكت كانت اقوى من هيك انا ما بحب السيارات يعني اختصاص انت اختصاص اقول انا والله ماني شايف ولا هون الشارع مسكر احنا بنيجي من هون مقاطعة يا اخي قلت لك تنزل من هون ولا لا؟ وين؟ خلينا نشوف يا رب اذا نشرب مي بتزحلق طبعا خلينا نعبي شوية مي دي تغريد اوبا جيت زبطت لا بس كنت واقف لا يا عم انت دائما انت تيجي واقف ما شاء الله عليك شو انا شايفك مغرز مغرز بطفي هاي اللي حاول اطلع له ما قالي ما قالي بدفش 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 فيك بساعدك والى اللقاء في حلقه قادمه فعليا هي يا اخوان يعني بدنا نطلع الجبل اللي قدامنا نطلع من وين وامشي وراي امشي وراي اصبر جيب ما شاء الله هاي مش مي هاي جليد العصا على الاخر شد لها والله هاي اخوان ما شاء الله عليها بطت معك عن زيد راضي يطلع وهذا الاشي دليل على شو ما ليش دخل بالفوز لا لا فوز وخسارة هذا الاشي دليل على انه اللاند كروزر احسن من الهايلوكس لا مش احسن شيء مش احسن لا بلا احسن او اقوى تخيلك سيدي احنا على كل حال يا اخوان هون بنكون وصلنا لنهايه هاي الحلقه وان شاء الله بنرجع لكم بفيديو احلى السياره قاعده تدحل يا جماعه الخير اذا عجبكم المقطع اعطونا لايك وسبسكرايب واذا عندكم اي تعليق اعطونا اياه في الكومنتات تحت السلام عليكم